بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد هنتكلم فيه النهاردة عن التهاب المسالك البولية. بس في الأول كده عاوزين نعرف إيه هي التهاب المسالك البولية. هي عبارة عن عدوى بتصيب الجهاز البولي اللي بيتكون من الكلية والحالبين والمثانة والإحليل، زي ما هو موضح قدامنا على الشاشة كده. أكتر الالتهابات بتتركز دايما في المسالك البولية السفلى أو الجهاز البولي السفلي اللي بيتكون من إيه؟ من الإحليل والمثانة. دلوقتي عاوزين نعرف مين هم أكتر الناس العرضة لالتهاب المسالك البولية. الناس الأكثر عرضة للأسف هم السيدات، لأن دائما السيدات عندهم مشكلة أو مش مشكلة، عندهم التركيب بتاعهم إن الإحليل بتاعهم بيكون قصير، فبالمقارنة بالرجال فبيكون سهل جدا إن البكتيريا تعبر من الإحليل الصغير ده إلى المثانة أسرع من الرجال. كمان استخدام النساء لبعض المنتجات النسائية زي الغسولات النسائية اللي هنتكلم عنها فيما بعد، دي ممكن ان هي باستمرار الاستخدام ممكن تعمل زيادة في التهاب المسالك البولي. طيب ايه هي الاعراض اللي ممكن يحس بيها الشخص اللي عنده التهاب في المسالك البولية؟ يعني اما يجي لي انا كدكتور شخص يقول لي الأعراض دي، أعرف وأقول له أنت عندك التهاب في المسالك البولية. أول حاجة إن هو يبدأ يقول لك إن هو في حاجة مستمرة للتبول، تبدأ أنت تشك ما بين حاجتين، ما بين إن هو هل هو مريض سكري فبيحب إن هو يتبول كتير علشان هو مريض سكري فبيضطر يعمل تبول كتير، ولا هو عنده التهاب في المسالك البولية. فنبدأ نسمعه ونقول له إيه تاني. لو قال لك ان هو عنده شعور بالحرقان عند التبول، يعني اما يبدا يروح يعمل البول يبدا يحس بحرقان، يقول لك ان هو بيبدا يتبول كميات صغيره ومتكرره، يعني كل شويه هو عاوز يدخل الحمام يتبول في الحمام، بعد ما يدخل الحمام ويخرج بيحب ان هو يدخل الحمام مرة تانية بعد فترة، وهكذا، وبيكون التبول متقطع مش بول مستمر. وده بيقابلنا كتير، وفي ناس بتيجي تقول الحالات دي. كمان بتلاقي ان لون البول متغير. يعني ايه لونه متغير؟ يعني لونه ممكن يكون اصفر قوي او وردي شبه الدم. لو وردي شبه الدم ده بيكون في الدم موجود نقط دم موجودة في البول، وده اللي احنا بنسميه هيماتيوريا، وده بيكون في مشكلة ان الالتهاب ممكن يكون وصل الى الكلى، ولا بد من تدخل طبيب في الحالة دي، ودي مش الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو التهاب البول العادي. كمان البول بيكون ليه ريحة قوية جدا زي ريحة النشادر، بيبدأ يحس بيها الشخص. في السيدات خصوصا ممكن تلاقي عندهم وجع في منطقة الحوض او المنطقة اللي هي منطقة العانة، بيحسوا بألم شديد. يبقى كده دي هم الأعراض اللي ممكن إن احنا نجزم إن المريض اللي قدامنا ده عنده التهاب في المسالك البولية. إيه هي بقى طرق الوقاية، الطرق اللي احنا هنستخدمها علشان نقي الشخص إن هو يجيله التهاب مسالك بولية؟ ما احنا عارفين دايما إن الوقاية خير من العلاج، مش هنستنى إن احنا يجيلنا التهاب في المسالك البولية على أساس إن احنا نبدأ نعالج. تعال نشوف طرق الوقاية. أول حاجة نشرب كمية كبيرة من المية. أي حد بيجي لنا بنقول له دايما اشرب كمية كبيرة جدا من المية، ما بين لترين لتلاتة لتر، وده واضح في كل الفيديوهات، حتى فيديوهات التخسيس هتلاقي كمية المية أكتر من 3 لتر في اليوم مفيدة جدا. طب هي مفيدة جدا ليه في المسالك البولية؟ لأنها بتبدأ تخفف البول طبعا اللي ريحته عالية جدا، فيبدأ إن الشخص يتبول كتير. طب الفايدة إيه؟ إن هو مع البول الكتير بيبدأ يطرد البكتيريا اللي موجودة في الإحليل قبل ما يوصل للمثانة. يبقى كده انا عملت وقاية من التهاب المسالك البولية.
بعد الجماع لابد ان الراجل او الست ان هم يبداوا يتبولوا ويفرغوا المثانه بتاعتهم على طول، وكمان بننصحهم ان انت اشرب كوبايه ميه على طول على اساس ان انت تتبول بول ايه اكتر، فتشيل البكتيريا اللي موجوده عندك او عندك. تالت حاجة ودي خاصة بالسيدات زي ما قلنا في الأول، لابد إن هي تتجنب المنتجات النسائية مجهولة المصدر، اللي هي زي إيه؟ زي الفاجينال دوشز اللي ملهاش اسم أو مجهولة المصدر، لا ما تستخدمهاش لأنها ممكن تعمل تهيج في المثانة. كمان لازم إن أنت تقللي من استخدام المنتجات أو الدش المهبلي اللي بتستخدم، لابد إن أنت تستخدميه أقل من يوميا، يعني مثلا ممكن تستخدمي مرتين في الأسبوع لكن ما تستخدمهوش يوميا. طب ده ليه؟ لأنه بيبدأ يقتل البكتيريا النافعة اللي موجودة عندك في المهبل وكمان في المسالك البولية، وبالتالي ممكن يسبب لك التهابات نسائية والتهابات للمسالك البولية. طيب ازاي ان انا اعالج المسالك البولية او التهابات المسالك البولية بطرق طبيعية ما فيهاش اي طرق كيماوية؟ احنا في الاول اتفقنا ان احنا ممكن ان احنا نعالج بالمضادات الحيوية، وده بيرجع للطبيب فقط، وحتى الطبيب ما بيعالجش بالمضاد الحيوي مرة واحدة كده، لا ده لازم ان هو يعمل عملية تحليل، وبعد التحليل يعمل مزرعة، وبعد المزرعة المزرعة هي اللي بتشاوره على المضاد الحيوي. كمان في بعض المضادات الحيوية اللي ممكن تأثر على الكلية، فبيشوف حالة الكلية وما بيكتبهاش الطبيب حتى لو هي مناسبة للمريض. يبقى المضادات الحيوية لابد ان احنا نبعد عنها وما تكونش غير تحت وصفة الطبيب فقط بعد التحاليل اللي هو هيعملها. طب ايه هي الطرق الطبيعية؟ اول حاجة زي ما قلنا لازم نشرب كمية كبيرة من المية ما تقلش عن 3 لتر يوميا. تاني حاجة لابد ان احنا نستخدم بخصوصا السيدات تستخدم اللي هو البروبيوتيك. البروبيوتيك اللي هو عبارة عن البكتيريا النافعة على اساس ان هي تعوض البكتيريا النافعة اللي هي قتلتها باستخدامها للدش المهبلي كتير. تالت حاجة وهو شرب عصير التوت البري. أول ما تبدأ تحس بحرقة في البول بتجري وتجيب عصير توت بري وتبدأ تشربه يوميا لمدة 5 أيام وما تكترش عن ال5 أيام. بيعمل ايه التوت البري؟ خلي بالك لابد ان هو يكون بدون سكر، لان التوت البري اصلا بيرفع السكر، فالافضل ان انت تستخدمه من غير سكر عشان ما احناش عايزين ان احنا نزود السكر. وخلي بالك لو انت مريض سكري بلاش من التوت البري خالص. طب هو بيعمل ايه؟ بيمنع التصاق البكتيريا بايه؟ بجدار المسالك او الجهاز البولي، فيبدأ ان هو مع شرب المية تبدأ تطرد البكتيريا من المثانة، وبيمنع كمان ان هو يوصلها لبقية الجهاز البولي حتى الكلى. تاني حاجة بنبدأ نستخدم حاجة اسمها عنب الدب، واللي هو ظاهر قدامك على الشاشة ده، بس للأسف انت مش هتاكله، ده انت هتاخد الورق بتاعه وتبدأ تغليه وتبدأ تشربه مرتين في اليوم لمدة اسبوعين. في بعض الناس بتقول طيب التوت البري مش متوفر ومش عارف اجيبه اعمل ايه؟ اقول لك ممكن تروح الصيدلية هتلاقي فيه حاجة اسمها الكرانبري، ان كان فوار او ان كان حبوب بتقدر ان انت تستخدمه عادي جدا بالتركيزات او بالكميات الموصى بها. في اخر الفيديو بتاعنا حابين ان احنا ننوه عن ان هنعمل سلسلة من الفيديوهات عبارة عن زي سلسلة تمثيلية ما بين الصيدلي او الطبيب وما بين بعض المرضى، هنوضح فيها بعض الامراض اللي شائعة زي الصداع، زي الاسهال، زي الامساك، زي الحرارة، امتى ان انت مسموح لك ان انت تستخدم الادوية دي، وايه هي الاثار الجانبية للادوية دي، وليه ما نستخدمش المضاد الحيوي، وليه ان احنا نقدر نستخدمه. وده كله على اساس ان هو يكون فيديوهات تعليمية وفيديوهات تكون سريعة تقدر ان انت تستمتع بيها وكمان تستفيد بيها زي ما بيحصل في الطبيعة بالظبط، هنحاول ان احنا نقدم لكم. فهيكون فيديوهاتنا اللي جاية ما بين فيديوهات شرح زي اللي احنا بنقدمها دلوقتي، وبعض الفيديوهات التمثيلية اللي هنبدأ ان احنا نقدمها لكم. ومع اول فيديو عايزين ارائكم ان انتوا تقولوا لنا في الكومنتات.
بتاعكم. اتمنى لكم كل صحة، واتمنى منكم ان انتم تدعمونا بالسبسكرايب واللايك وتفعيل زر الجرس، واوعى تنسى الشير لانه مهم جدا ان هو يفيد بعض المرضى اللي بيوصل لهم معلومات مغلوطة، لان احنا بيهمنا ان انت تفكر صح ويوصل لك معلومة صحيحة. شكرا لكم وسلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.